وكمان أستاذ أديب مكراز المقدم للترشح لمجلس النواب الليبي عن دائرة بنغازي وأحد المنظمين لحراك خلاص. أهلا وسهلا بيك يا فندم. أنا حابة أتوجه لحضرتك استكمالا على كلام أستاذ جمال فلاح. ذكرنا مشروع المصالحة الوطنية وذكرنا قصة المناطق، وكان في حديث كبير ما بين الساسة الليبيين عن تقسيم ليبيا لثلاث مناطق وأربع مناطق، حابين نعرف أكتر عن القصة دي، وحابين نعرف عن أسباب تعطل، مش هقول فشل، تعطل مشروع المصالحة الوطنية، وكان إزاي مجلس النواب ممكن يكون ليه دور أحسن من كده في يعني التقدم بالمشروع للأمام يعني. وبرضو ادينا يا فندم نظرة عن علاقة ده بتأجيل الانتخابات. اتفضل يا فندم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أول حاجة نحيي حضرتك ونحيي كل السادة المشاركين، صديق جمال الفلاح، السادة عبير، كل السادة والسادة محمد. نحن ممكن أنا حكون شوية مخالف لبعض الآراء التي تنطرحها. أنا أرى بصراحة سنة 2000 يعني 2021، السنة اللي فاتت، أراها أن هي كانت إيجابية بالرغم من كل المشاكل اللي صار فيها. إذا كان قارنا 2021 بالسنة اللي قبلها اللي هي 2020 و2019، نحن نتحدث على تقارب كبير صراحة. كان بمعسكر الشرق الليبي أو معسكر المنطقة الشرقية مع المعسكر الغربي، تقارب كبير، صار في وقف إطلاق النار. الليبيين كلهم صراحة كانوا متجهين في اتجاه انتخابات 24 ديسمبر، بغض النظر للمشاكل اللي صار في آخر الأيام أو آخر شهر مما أدى إلى تأجيل الانتخابات. ولكن الوضع العام بصراحة وضع يعني وضع في تحسن بطيء، نقدر نحن نوصفه بأنه تحسن بطيء. بالنسبة للمصالحة، حسب ما أنتم فيكم عارفين، السيد باشا أغا شخص قوي في المنطقة الغربية، ولديه نفوذ ولديه قوة، وقادر أن هو يعني أو صوت مسموع في المنطقة الجغرافية بتاعه. جلس مع قائد جيش ليبي، وبصراحة كانت هذه يعني نقطة إيجابية جدا جدا جدا. بالإضافة إلى السيد أحمد المعيتي، كذلك هو شخصية قوية وكان من نفس مدينة السيد باشا أغا. فهذه الأحداث أحداث بصراحة كويسة، وأحداث ممتازة، ممكن أن تخلق يعني الفترة الجاية نوع من أنواع يعني إذا سموها التوافق، نوع من أنواع التوافق. إذا تكلمنا على الانقسامات، بصراحة أنا لا أرى الشعب الليبي، ما فيش الشعب الليبي راه بسيط ومطلع ما ينسى، ما عندهاش مشكلة مع بالنسبة أحكي لك كموضوع شعبي، ما فيش مشاكل يعني، كل الشعب الليبي إن شاء الله واحد. ولكن هناك من بعض الأطراف السياسية التي تريد أن تخلق هذا الانقسام، تريد أن 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 أن, أن يعني تهمش مناطق بعينها حتى تخرج هذه المناطق المطالبة بحقوقها، ومن ثم يعني تفسر كانقسام أو تفسر كاختلافات في اختلافات حادة، ولكن في حقيقة الأمر هي ليست اختلافات حادة. بالنسبة لتأجيل الانتخابات، تأجيل الانتخابات بصراحة أنا ألقي يعني الاتهام نحو رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبد الحميد بيبة. الرجل هذا تعهد في لجنة الحوار، وتعهد يعني تعهد خطي أنه لن يدخل الانتخابات، كذلك هو رئيس حكومة، يعني من مبدأ تكافؤ الفرص، من مبدأ يعني تساوي حضور المنافسين. لا يمكن يعني أنا مرة حتى في لقاء حكيت شبهتها بسيارة، يعني سيارة تكون مثلا حديثة آخر موديل، قرنها بسيارة بسيطة جدا أو من موديل قديم جدا، وتدخلهم هم اثنين في سباق انتخابي. لا يمكن أن يكون انتخابات عادل، لأن سيد عبد الحميد مسيطر على كل شيء في طرابلس. الرجل هذا دخل للانتخابات
وضرب كل العهود التي قام بها عرض الحائط، وسبب ربك، سبب ربك أنت خبية صراحة. فكان هو أحد الأسباب الأساسية في تأجيل الانتخابات الليبية. أما الوضع العام أنا أشوف فيه وضع صحي. مجلس النواب اليوم ممكن أو غدا حتكون في خارطة طريق جديدة. أتمنى 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 هذه الخارطة طريق تشمل كل الأطراف القوية في ليبيا، حتى لا يعني تحدث انشقاقات وانقسامات أو حروب قادمة. أتمنى الشخصيات القوية المسيطرة على الأرض هي التي إذا كان في مثلا خارطة طريق أو ما شابه الفترة القادمة، أتمنى تكون هذه الشخصيات هي هي صاحبة السلطة. ولكن هذا لا يعني بأننا لا يعني نستبعد أو لا 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 نرى حدوث انتخابات ليبية في القادم، لأن الانتخابات الليبية وخصوصا البرلمانية مهمة جدا. لماذا؟ لأن الآن أحد الأسباب المشاكل السياسية في ليبيا هو المجلسين التشريعيين، المجلس النواب الليبي، وكذلك مع أن المجلس النواب الليبي هو المجلس التشريعي وهو هو المجلس المنتخب من الشعب الليبي ومجلس الدولة في المقابل غير منتخب، ولكن دخل باتفاق سياسي، ولكن دعنا نسميه مجلسين. ففي في 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 ظل وجود ها المجلسين سوف تحدث الكثير من المشاكل أو التصادم التشريعي بينهما. ف يعني لتوحيد الجسم التشريعي في ليبيا من الضروري أن تكون هناك انتخابات برلمانية، ولو إذا تحدثنا في من بعد 3 أو 6 شهور من الآن. فالآن الحديث حول خارطات طريق، الكل يسعى أو يجتهد لإيجاد خارطة طريق لحل الأزمة الليبية، وهذه الخارطة الطريق أنا لا أستبعد أن تكون يعني تحتوي على ممكن تغيير في حكومة الوحدة الوطنية أو تغييرها، ومن ثم يعني تحديد موقف أو تحديد موعد ثاني بخصوص الانتخابات الليبية. وأنا أعتقد بأنها سوف تكون برلمانية فقط في الفترة القادمة، ولن تكون انتخابات رئاسية، ممكن حتكون في فترة زمنية أخرى أو في موعد آخر، أستبعد أن تكون متزامنة يعني. بس يعني أوكي أستاذ أديب، تصريح يعني حضرتك وجهت اللوم، تصريح جريء، وجهت اللوم لأشخاص بعينها على تأجيل الانتخابات، وجستنا عن رأي سيادتك كإحدى كمان المقدمين للترشح، يعني حضرتك داخل والصراع السياسي، ولكن لك رأي جريء. طيب.